في نقطة بنقولها لأخوي أحمد، معليش تفضل تفضل. حملني فيها وتحملني فيها ضيفك السيد غازي لما تقول لي مصطلح الدراسة التجارة البينية. إيه. ما فيش تجارة بينية، يعني تجارة بينية معناها تجارة متبادلة يقصد بها هو. صح ولا لا؟ هذه يقصد بها تجارة متبادلة. ما فيش تجارة متبادلة إحنا أصلاً. أنا نقول لك حاجة، الليبيين يمشوا إلى شركات واعتمادات وشركات بيجيبوا بمئات آلاف بضائع من مصانع تونسية تشتغل على الجانب الليبي، غذائية، رخام، لكن العكس لا، جرارات. ومع احترامي الجانب التونسي ما فيش، ما عندناش التونسي يجي ياخذوا بضائع ليبية كلها، ياخذوا كل العمل كله موجود على الحاجات البسيطة، البنزينة والبضائع اللي تجي من برا، وحنا ما عندناش شيء مدعوم إلا البنزينة اللي هي يعتبر ليبيا ثالث أرخص دولة في العالم بعد فنزويلا وإيران. وصح أنا معاه يجب رفع الدعم، ولكن بالنسبة للمنفذ إذا كان تم افتتاحها من جديد زي ما يحكوا يوم 20 وتم تضييق الخناق على موضوع خروج البضائع الليبية لتونس، أنا نقولها لك على المباشرة وأنا مسؤول عن كلامي، وقول شنقال حافظ معمر الأسبوع اللي فات حتغلق تونس. علاش؟ تغلق من جانب تونسي يسكروه. الجانب التونسي يا اخوي احمد، اخوي احمد وكلام الغازي عارف كلام هذا، هو ما بيش يقول ممكن نقول انا على راحتي لان ما عنديش معليش ضغوطات من الجانب التونسي، هو عارف ان الجنوب التونسي عايش على الجانب الليبي اقتصاد، وما فيش عيب، هذه دوله، دوله عندها بنزينه، دوله عندها نفط، دوله جيران، ما فيش مشكله، غير احنا تو في الفوضى استنزفنا اكثر من طاقتنا ودهشنا، احنا داخلين دهشنا فلسنا ما عادش عندنا، شعب ميت ضربت تل. لكن يا حافظ، لكن يا حافظ انا صحيح انا الموجه نتاعت 15 وين 15 3 قرش ونص ولا قداش وبرا ب 4 جنيه، هذه موجه ما حد يقدر، انا المتحدث باسم الديوان التونسيه قالها لي، قال لي ما فيش حد يقدر يوقف قدام قريب، قالها الغباء هو، يعني انت تبي 15 3 سنت ونص ما تتهربش في دوله بحداك ب 4 جنيه حقها ليبيات، يعني مستحيل، هو راه بزوز ونص لتر البنزينه. اللي بنسأله لك انا والله لا نسيت شنو بنسأله له، لكن لا الله محمد رسول الله، اللي بنسأله لك ان هل التهريب مش حيوقف بالمنطقه هو حتى من الاداره الجديده؟ لا هو اقول لك حاجه، يعني انت جاوبت خويا احمد، المغري قوي، المغري قوي، بعدين مش راه احنا ننسوا في الحدود وكأنه في المنفذ بس، راه انت عندك حدود اكثر من 200 كيلو الحدود الليبيه الجزائريه التونسيه، يعني انت تحكي راه هذا منفذ سكره راه ومشوار. طيب شنو قال لك، شنو قال لك غازي معلا؟ قال لك اوكي في تهريب، قال لك لكن ما تقوليش ان تونس راهو معبر راس جدير اللي واخذ الدنيا كلها، قال لك في بنغازي في بوارج تلفت في تلفت بخشمها وتمشي تهرب على حالها، ما تطلعش تونس هي اللي واخذ الدنيا كلها. انا معاه نقول لك حاجه، او صح احنا نتكلم، احنا ناس مهنيين وصحفيين ونتكلموا بالوقائع، صحف اجنبيه وصحيفه المالطيه وصحيفه موقع لوبرغ الالماني وتقارير داروها على التهريب البنزين الليبيه وكيف وصلت الى البانيا وتطلع بالموالي رسميه وبوراق رسميه. صدام حفتر هو يهرب فيها، اي باهي يطلع بالمليارات يا رجل، تو يصرفوا على الدوله، انت منين تجيب اللي رضاه؟ حتى بالمنتخب العادي احنا مواطنين عاديين، تمنين تجيب المليارات هذه؟ احنا صح انا معاه، انا في النقطه ان منفذ راس دير نقطه في بحر بالنسبه للتهريب. قداش انا نعطيك حاجه، انا عشتها في منفذ راس دير، قداش السياره التونسيه تخش في سياره تونسيه في اليوم؟ تخش في سياره تونسيه باهي، وسياره زي ما قال 100 لتر مش 100 لتر، لا ياخذوا في 200 و300 و500 لتر، خزانات انا مصورهم موجودات عندي صور، خزان يتحمل اكثر من 500 لتر. ناقلات نفط تتحرك، قنبلة موقوتة، هذه قنبلة تتحرك، فجروا سيارات في الطريق تلقاها مولعة بالبطارية بالخيط وحاجات غير طريقة بدائية. وانت لو تطبق القانون في المنفذ راس جدير قانون مرور، وانا تواصلت في السابق كصحفي مع جهات في وزارة الداخلية بالمرور، قال احنا لو طبقوا المرور غدوة ما عادش تخش ولا سيارة تونسية، بيسكروا المنفذ. وكم من إجراء اللي دارت منفذ راس جدير السابقات في الوزارات السابقة، أنا كنت متحدث باسم من منفذ، لما شددوا الإجراءات يقولوا له بخفوا شوية ما تشددوش هلبة، لأن في، لأن احنا زي ما يحكي احنا في يعني جيران ودولة وكذا ومصالح مشتركة، خفك شوية، لكن الأمور متأكد أنها تجاوزت المنطق، ولكن بنقولها وللأمانة المنفذ راس جدير نقطة في البحر اللي يصير في الجنوب وحتى في الشرق وفي الشرق والحدود الليبية الجزائرية 200 كيلو احنا ليبيا وتونس. مضبوط.
غاديك تنباع اغلى. الدواء دواء اخوي احمد، الدواء بيحطوا لها القلوليات تطلع بروحها تمشي تفرغ وتولي راه تعلمت التريك. يعني موضوع هنا 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 الناس تشتغل تقتال تجيب ما تصرف تاخذ ما تصرف تطح كلام كلام معاه هنا الكلام هذا موجود، ولكن تقدر تقنن وتنظم وتكون بسيطه جدا ما تاثرش على اقتصاد الوطن والمنطقه الغربيه بالتحديد. احنا المنطقه الغربيه اخوي احمد اخوي احمد انا ديما نقول فيها كانت تسمح لي في النقطه هذه تفضل. المنطقة الغربية منطقة فقيرة جدا، وتسمعش كلام حد الإعلام المدفوع هذا التم اللي يتكلم. منطقة الغربية منطقة فقيرة جدا، جميع المدن المنطقة الغربية ما فيش ولا إيراد ولا في مشاريع ولا في مصانع، جميع خدماتنا سيئة جدا. أعطيك مثال أنا حاجة بسيطة الحاجات على السريع. الآن إحنا في المنطقة زوارة وجمال والبدانية وزطن أعتبر مناطق الظل منتهية. تعرف محطة تحلية ميتة، مستشفى واقف، مليتا غاز وسموم، المواني ما يشتغلوش، المطار مغلق. وانت بيمشوا الناس هذي.